الأستاذ سيد درديل، فمرحبا بكم في مكانكم إن شاء الله. الكلمة الآن مع القيادي الفذ الكبير الأستاذ شوقي علي أحمد، رئيس رابطة أبناء محافظة قنا بأسوان، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنصة الكريمة، الحضور الأفاضل جميعا، كل باسمه، كل سنة وانتم طيبين. نحن في شهر رجب، شهر محرم، كل عام وأنتم بخير. وأنا بعد ما اتكلم الأخوة الأفاضل القامات الكبيرة فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل أول وزارة الأوقاف السابق، وكيلة الشيخ أحمد عبد الحميد وكيل أول وزارة ورئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والأخوة الأفاضل جميعهم الذين سبقوني قالوا الكثير والكثير، استفدنا منهم ومن علمهم، بارك الله فيهم جميعا. وبعدين برضو الأخ عامر سعد رئيس اتحاد الجمعيات اللي بيوصينا بأن احنا ما يبقاش فيه عنصرية، وده كلام طيب بنسمعه دايما وبنعمل عليه دايما، لكن هناك بعض أصحاب النفوس الضعيفة هم اللي بيبدأوا ببذل الترجمة العنصرية. الترجمة، فأنا كنت عايز أقول له يعني إيه، ابدأ بنفسك يا حاج عامر. الترجمة دي تمام. أنا يعني طبعا بتوجه الشكر للأخوة مجلس إدارة جمعية الأقصر، رئيس مجلس الإدارة النائب محمد حسين بدر الأخ العزيز، والأخ الفاضل عاشور العديسي النائب رئيس مجلس الإدارة، والأخوة أعضاء مجلس الإدارة، نتوجه لهم الشكر على هذا المجهود الذي قاموا به من تطوير وتحديث وتجديد للجمعية، وأتمنى أن يكون التطوير ليس في الجدران فقط، أن يكون التطوير في الفكر، التطوير في العمل. الجمعيات الأهلية زي ما قال الأخ عامر لها دور كبير في الرعاية الاجتماعية والرعاية المجتمعية، رعاية الأسر ورعاية الأفراد. وزي ما قال الأستاذ يحيى نائب رئيس المدينة،
أن نتحرى في مسألة الرعاية الاجتماعية للأسر والأفراد حتى تصل هذه الرعاية لمن يستحقون. دور الجمعيات الأهلية، كل جمعيات محافظة أسوان بتبقى جمعيات مفتوحة للجميع، أساسها أو بداية تقوم بفض المنازعات بين الأفراد وبين الجمعيات، وهذا هو العمل الطيب اللي بيحقن الدماء وبيحقن المشاكل. فالدور اللي بيقوم به الجمعيات الأهلية في هذا المقام دور كبير جدا وعظيم. بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى المشاركة في جميع المناسبات في محافظة أسوان، المناسبات التي تخدم المجتمع، إخواننا أبناء الأقصر بتوجه لهم جميعا بالشكر مرة أخرى، مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وكل من ساهم في تطوير هذا المكان وجعله الله في ميزان حسناته. وأنا أعلم تماما أن الجمعية مفتوحة وتؤدي خدماتها المطلوبة للمجتمع بكل أمانة وصدق. لا ننسى أيضا أننا نترحم على القامات والهامات الكبيرة من أبناء الأقصر الذين أسسوا وعمروا هذا المكان ورحلوا عن دنيانا، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. هذه القامات حتى لا أنسى أحدا منهم، فهم جميعا كانوا أعماما لي وأخوة، تعلمت منهم، تعلمنا منهم الكثير، تعلمنا منهم العمل الاجتماعي، تعلمنا منهم كيفية فض المنازعات، تعلمنا منهم أشياء كثيرة، تعلمنا منهم السياسة، رحمهم الله جميعا وغفر لهم على ما قدموه. وأتوجه بالشكر مرة أخرى لجميع أبناء الأقصر على ما قاموا به من هذا التطوير. أنا بشكر حضراتكم جميعا وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.